مشاهدينا مرحبا بكم معنا في عدد جديد من 45 دقيقة. في المغرب كيجري إنتاج سنويا حوالي 7 مليون طن من النفايات المنزلية و100 كيلو طن من النفايات الكهربائية والإلكترونية، وهذا الكم اللي كيجري إنتاجه واللي كيتحتسب ملايين الأطنان صبح كنز وما بقاش مجرد نفايات فقط. وفي أجزاء هذه الحلقة غادي نقربكم من هذا العالم اللي كيشغل عدد من الأشخاص والشركات، وكيفاش صبح البعض كيعتبر هذا العالم مثابة كنز. وغادي نقربكم أيضا من شكون هي الفئة اللي كتشتغل داخل هذا العالم. الشركه اللي كيبان لها زبل ولكن راه السلعه فيها الناس راه مصورين من العاقه، الناس راه مكحلين من الفلوس. هاد النفايات ما تضيعش، هاد النفايات نستغلوها لانها كنز. لا خسرنا عليها الفلوس باش نجمعوها، يمكن ترجع لنا فوائد اخرى. نعيش بالنفايات هادشي ديال البلاستيك كنجمعو وكنبيع. دونك عندنا هنايا محرك، هاد المحرك كيخدم فقط على الغازات الناتجه عن النفايات. كنجمعو بحال هكا البلاستيك، الحديد، الكانيطات ديال المناضه، الخيوطه كيقولوا لهم كارتير، المقالي، المهرسين، المهم كاع اللي كتباع راه كتباع. هذا نفع للمغرب باش ما يخرجش العمله الصعبه. المهم كتعمر الجيب وصافي، المهم كتجبد تبع داك المبتاغه توصل ديك 10000 5000 6000 7000 وتلحهم، ولكن بالنسبه للحوش كما كان كما كنعرفوا هذه النفايات الالكترونيه خطيره على البيئه. حنا اصحاب المحلات كنشوفوا هذا الشيء اللي جايبوا لنا السيد مصدر الرزق ديالنا. عالم النفايات كيف ما كيقدروا يستافدوا منه الاشخاص العاديين كيستافدوا منه حتى الشركات اللي جلات من النفايات مادة أولية في الإنتاج ديالها، واللي صبحت هذه النفايات وسيلة كتحقق من وراء الشركات أرباح. بل أكثر من هذا، صبحت النفايات مادة أولية لإنجاز الطاقة الكهربائية كيف ما غادي نكشفوا لكم من خلال أجزاء الحلقة. كنز وسط النفايات، موضوع حلقة اليوم. هادشي اللي كنشوفوه عبارة على نفايات كنلقاوها هنا وهنا، كنلقاوها في أي مكان فيه ناس كيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، سواء عائلات أو محلات أو شركات. هاد النفايات اللي كنشوفوها كتبان أنها ما عندها حتى قيمة، بحيث أنه وسط هاد الأزبال كتخلق فرص للناس قدروا يجعلوا من النفايات كنز. شركة دي كيبان لها زبل ولكن راه السلعة فيها الناس راه مصورين من العاقه، الناس راه مكحلين من الفلوس. الزبل هذا اللي كتشوفه راه ما كيبانش ليا انا زبل، راه كيبان ليا رزق ورزق عباد الله. هذه هي المهنه ديالي دابا حاليا، هي اللي كنعيش بها وكنترزق بها. حنا اصحاب المحلات كنشوفوا هاد الشيء اللي جايبوا لنا السيد مصدر الرزق ديالنا. كنعيش بالنفايات، هادشي ديال البلاستيك كنجمعو وكنبيع، هذا هو رزق. هو كنترزق بها الله. انا تقريبا عندي 30 عام تقريبا في الحرفه، عندي 7 الاولاد معيشهم من هنا. انا كنسكن في عروبيه، الحمد لله ما عندناش باش نبدلوها، يعني عائلات عده عايشه من هذا من هذا من هذا الباب ديال المتلاشيات. هادو التصريحات ديال الناس كيشتغلوا في سلسله جمع النفايات، وكلها كتبين بلي هناك كنز وسط هاد النفايات. باش نعرفوا شنو كيربحوا من النفايات، حاولنا نتبعوا الخيوط ديالها، ابتداء من الاشخاص اللي كيجمعوا هاد النفايات من الازبال واللي كيتسموا في هاد العالم بالبعاره. وهنا صادفنا ماشي واحد وماشي زوج وماشي ثلاثة. عدد من الأشخاص اللي كيعتبروا النفايات مصدر العيش ديالهم، البداية كانت مع هاد الشخص اللي قبل يتكلم معنا شريطة عدم الكشف على هويته، وهو واحد من هاد الناس اللي كيمتهنوا حرفة التنقيب بين النفايات. وهنا غادي نقربوكم من هاد العالم. كنجمعوا واحد السلاح كنبيعوا للجمعية كتخلصنا فيها، كنجمعوا بحال هكا البلاستيك، الحديد، الكانيطات ديال المناضه، الخيوطه كيقولوا لهم كارتير، المقالي، المهرسين، المهم كاع اللي كتباع راه كتباع. ملي كنساليو السلعه بحال هكا كنعزلوا على كل حاجه بوحدها، كل وحده ودايره الثمن. دابا هاد القرعه هادي دايره درهم، البوديزه دايرين لها هما 50 ريال، الصامت دور دايرين لها 50، الكانيط دايرين لنا 80 ريال، الكارتير دايرين لنا 140 ريال. هاد الشخص كغيره من الاشخاص اللي كيقوموا بجمع النفايات بغرض بيعها، واللي كتبان بدون قيمة مادية أو مجرد نفايات،
فليها قيمة وثمن عند هاد الناس بحال الزاج والبلاستيك والنحاس وغيرها من المتلاشيات. والشخص اللي تلاقينا ماشي بوحده اللي كيقوم بهذا العمل، بل حتى هاد زوج ديال الأشخاص اللي صادفناهم في مطرح النفايات واللي حكاو لينا على كيفاش فكروا يبداو في هاد العالم وشنو هي المواد اللي كيجمعوها. ما كاين حتى واحد واحد الوقت جيت واحد الشخص شفت عباد اللي كتخدم، تاني وليت خدام معاهم، تاني وليت كنجمع مع سنة السلعة تاني كنبيع وشري فيها. قلت له كيقولوا فيها الفلوس، قلت له تاني نخدم مع الدراري تاني ونصور تاني نهار بالحديد ميكا لامينون نحاس اي حاجة بان لي تشبع غندير نجمع في خيش وغندير بها. كنديور شويه ديال المصايري من موقع النفايات وكذا، المهم كنصوروا النهار ديالنا وصافي. كنجمعوا بلاستيك حديد خيوطه كلشي سومبل صنداله كاع الحاجه اللي كتتابع الميك دي كنبيعوا في بعض الموازنيه. كاين الناس كيشريوا داكشي ديال الميزانات وكيدفعوا حتى هما للشركات وكنبيعوا ليه. البحث عن المتلاشيات ما كيكونش فقط في المطارح، بل حتى بين الحاويات ديال ترك الازبال واللي كتكون وسط المدن او بطرق اخرى كيف ما كيقوم بها هاد الشخص. كنت في مدور ومثلا على الكراجات كذا الى اخره، الحاجه اللي ما خداماش كنا ناخذوها كنجيو مثلا هاد التلفازه بحال البيسيل اللي ما مخداش بقاش خدام داكشي كنجيبو لهاد السيد هذا كنبيعوه ليه. مثلا كناخذ من الشطري ديال الخبز وكذا، وحيدنا كليان ديالنا كيعيطوا علينا مثلا كناخذهم عندهم هذوك المتلاشيات اللي ما خداميش او كنديهم حنا كنبريباريهم ونعزلوهم وكنحيدو منهم مثلا بحال مثلا السيديات مثلا اللي ما خداماش الحيد من هذاك القطمير ديالها كتجيبها اللي غيستافدوا منها حتى هي كالثمن، حيت الا بعناها مع لافيري ما يمكنش لينا حنا هذيك البلاكه ما دايره والو مثلا كيقول لنا لا حقه الثمن ديالها زايد شويه كنعزلوها حنايا وكنبيعوها للناس اللي هما كيستافدوا منها كيعرفوا هما مثلا الخدمه ديالهم. اذا كيف ما سمعنا النفايات ماشي فقط بقايا الطعام كيف كنشوفوا او اشياء مرميه، بل هي كنز في نظر البعض اللي كيعيشوا وسط عالم النفايات. وبحسب معطيات رسميه فالنفايات في المغرب كتوزع بين ازيد من 5 مليون طن من النفايات المنزليه والمشابهه لها في الوسط الحضاري، و14 مليون طن من نفايات البناء والهدم، وازيد من 5 مليون طن من النفايات الصناعيه، ومليون ونص طن من النفايات المنزليه والمشابهه لها في المناطق القرويه. وباش نزيدو نعرفوا قيمه هاد النفايات حاولنا نعرفوا بالضبط من عند هاد الاشخاص شنو كيربحوا من هاد العالم. كنصور يعني في النهار على حساب الاستطاعه ديالي على حساب شمشي على شحال السلعه شحال غنجمع مثلا جمعت مزيان بزاف غنصور مزيان مثلا 100 150 على حساب كل مره. هذا بحال اللي كياخذوا بحال 50 مي كياخذوا 50 نحاس 40 درهم الكيلو فاش انا غنجمع هادشي ندير غندير واحد مول الميزان ولا غنبيعو شي معاه ولا عنده ولكي عنده واحد القصه كيبيع يشري ميكا يشري اي حاجه يشري قدر تجمع 10 حتى 15 على حساب تمشي حدود الميكا كيكون لازم خلط على حساب تبوعي راه على حساب جاب الله احنا راه كنديو نبيعو. فإذا كان هاد الشخص كيربح في اليوم من النفايات بقدر حجم السلعه اللي كيقدر يجمعها وكتراوح الارباح ديالو في اليوم ما بين 100 و150 درهم في اليوم، فهاد الشخص اللي معاه ليه راي اخر. الالمنيوم كنبيعوه ب 10 دراهم الكيلو، الحديد ب 60، الميكا ب 60، الصنداله كنبيعوها ب 5 دراهم الكيلو. كنوصل المنتجه ديالي داكشي اللي غادي نجبد في النهار ديالي صافي كنشبع وكن الروم كنزيد حاليتي. المهم كتعمر الجيب وصافي، المهم كتجبد تبع داك المبتغاه توصل ديك 10000 5000 6000 7000. إذن وسط النفايات كاين الألمنيوم اللي كيتباع ب 10 دراهم للكيلو، والحديد اللي كيتباع ب 3 دراهم للكيلو، والنحاس اللي كيتباع ب 40 درهم للكيلو. هذا الشيء يعني أنه كل ما جمعوا هاد الأشخاص كثر كل ما كيربحوا كثر، والأرباح تقدر تتراوح ما بين 100 درهم و 500 درهم في اليوم كيف ما جاء على لسان هاد الشخص. وهذا الشيء كيعني بلي هاد الناس اللي كيشتغلوا بهاد الطريقة وفي هاد العالم ممكن يدخلوا ما بين 3000 درهم و 15000 درهم في الشهر بحسب طريقة عمل كل واحد منهم. وهذا الشيء إلا عرفنا بلي الحد الأدنى للأجور في المغرب بالقطاع العام محدد بحوالي 3000 درهم، الشيء اللي كيعني بلي أن العائدات الشهرية من هذا السوق لأي شخص تقدر تكون 5 ديال المرات أكثر من الحد الأدنى للأجور يعني السميق.
كاين حتى 300 درهم، كاين 200 درهم، كاين 150 درهم، كاين بعض المرات حتى 400 درهم، كل على حساب. وين ما كتكونش مداومه كتكون بعض المرات، كاين بعض المرات كطيح شي همزه مثلا، شي واحد باغي يتعاون معاك كاع كيقول لك مثلا اخو ليا الكراج مثلا، كما عارف هو بانه هذاك الشيء كيتباع، كيقول لك اودي اخويه ليا ويدور معاك مازال. كيف ما جاء على لسان هذا الشخص، الناس اللي ما عندهمش علم باللي النفايات المتلاشيات هي مصدر عيش لبعض وهي مكسب حقيقي وفيه ارباح، وخلال حديثنا مع هاد الاشخاص سمعنا هاد الكلام. فاش انا غنجمع هادشي وندير غندير واحد مول الميزان ولا غنبيعو شي ثمن، ولا عنده ولكي عنده واحد القصه كيبيع يشري الميكا ويشري اي حاجه يشري. اذا هاد الاشخاص اللي كيشتغلوا في مجال النفايات واللي كيتسموا بعاره، بعد ما كيجمعوا المتلاشيات الوجهه ديالهم كتكون اسواق بيع المتلاشيات، كيف ما هاد السوق المعروف وسط مدينه الدار البيضاء. وصولنا للسوق صادف تواجد هذا الشخص اللي جا بغرض بيع المتلاشيات اللي قام بالجمع ديالها. بيع بدرهم على حساب السلعه، فهمتي؟ كاين اللي دايره تلاشين، كاين لا فيري دايره درهم، مابقاش داكشي. خبز داير درهم، بلاستيك داير درهم ونص، لا فيري درهم. هادشي عندنا فيه شي مار، فهمتي؟ صعيب باش كتجي. الوسطاء كيشكلوا حلقة مهمة عند الأشخاص اللي كيقوموا بجمع النفايات، حيث كيتعتبروا وهما الناس اللي ممكن يأديوا ثمن السلعة اللي كيجمعوها البعارة من وسط النفايات. وهذا السوق هذا الحشحل فيه من واحد عايش فيه؟ شي 204 اللي هي تقريبا اللي كاينه. هادو مالي المحلات، اما اللي كيجيبوا المتلاشيات كبعاره وكذا وكيجيو هادوك، راه تقريبا كاينه واحد الاف المؤلفه، واحد العدد ديال الناس اللي كيستوردوا بالكرارس ديالهم وكيجيبوا داكشي ديال النفايات وكيعبروهم. راه ما يزيد على 100 ولا 200. ما يزيد على 100 ولا 200. كلشي عايش من هذا؟ كل ما كيعيشوا تقريبا. جينا نحسبوا راه تقريبا في هذا السوق راه كتعيش فيه واحد 1400 ولا 1500 ديال الناس. كيف ما سمعنا ازيد من 200 شخص كيقوموا بجمع النفايات وكيقوموا ببيعها في هذا السوق، وحنا داخل السوق سولنا هذا الوسيط على شنو الدور اللي كيقوم به الوسيط في هذه العمليه. العمل ديالنا هو التجاره، العمل ديالنا هو التجاره في المتلاشيات. اي حاجه عندها علاقه بالمتلاشيات كيجيو الناس كيبيعوا علينا السوق، لافيراي، بلاستيك، الومنيوم، اي حاجه هي معرضه للنفايات، كتلاح في النفايات. كينوضوا ناس بحال اللي شفتوا قبيله كيكون عندهم ميتال عربات مجروره، كيدوروا كيقلبوا على هذيك المواد وكيجيبوها لنا كنعبروها من عندهم، وحنا كنعاودوا حتى حنا كنهيئوها في المحل كتقاد وكنبيعوها للناس اخرين. هذا المجال ديال لافيراي ولا المتلاشيات راه فيه عده قطاعات، من مول الكروسه حتى مول الكاميو حتى مول الرمو، كلشي كيخدم في هذا الشيء، كلشي كيخدم في هذا الشيء. مول الكروسه راه كيدور كيجمع كيجيب باب الرزق. كيف ما جاء على لسان هذا الشخص، فالوسيط هو الشخص اللي كيلجؤوا ليه الاشخاص اللي كيجمعوا النفايات باش يحصلوا على الثمن ديال السلعه اللي كيقوموا بالبيع ديالها. والوسيط بدوره يقوم ببيع هذه السلعه للشركات والاشخاص اللي كيشتغلوا في نفس المجال. وهنا حاولنا نعرفوا شنو هو هامش الربح ديال الوسيط في هذه العمليه. الامر بسيط، على سبيل المثال هذه المره جابت لنا واحد الصينيه ما صالحه لتا حاجه، والصينيه ديال النحاس حنا كنعبروها لها، فيها مثال 5 كيلو، دير 20 درهم الكيلو، دير 20 درهم الكيلو، كنخلصوها ب 100 درهم. كيجي السيد اللي حنا كنبيعوا ليه، كنبيعوا ليه مثال ب 450 ولا 420 وهكذا، كندي واحد 5 درهم حتى 10 درهم ديال الربح وغادي الامر. كنشريوه وكنبيعوا للناس كيعاودوا حتى هما كيبيعوا للشركه اللي كتم عمليه التدوير ديال هذاك الشيء. اذا هذا الشيء كيعني ان النفايات هي مكسب حقيقي يقدر يخلق منه البعض فرص شغل، وحركة اقتصادية مهمة كتمارس في الخفاء، مع العلم أنه في المغرب بوحده كتوصل نسبة النفايات يوميا حتى 7 مليون طن، كيجري إنتاجها في المغرب بشكل يومي بحسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللي صدر سنة 2020، منها 5.5 مليون طن في الوسط الحضاري، الشيء اللي كيعادل 0.8 كيلوغرام لكل فرد في اليوم. وبالنسبة للعالم القروي فكتقدم النفايات المنزلية ب 1.6 مليون طن، الشيء اللي كيعادل
0.3 كيلوغرام لكل فرد في اليوم، باش نزيدو نعرفو اكثر فين كتمشي هاد النفايات وكيفاش كيتم التعامل معها. مشينا لزوج من اكبر المطارح ديال النفايات في المغرب، مطرح ضواحي مديونة في مدينة الدار البيضاء ومطرح مدينة فاس. والبداية غدا تكون من المطرح ديال مديونة، واللي بداخله تلاقينا المسؤول عن قسم معالجة وتتمين النفايات. بقينا تقريبا في ديك 20 15 مينيت زعما داكشي كيتقول لا مويا ديال تما دونك هادي يمكن لا روطار لا والو. بالنسبه لهذوك اللي فيهم مثلا لقيت فيهم مثلا روطار او طونسيون فيهم الموتيف ديال الروطار باش ما يطلعوش لينا في لاباج ديريكتومون دخلهم في السيستم. الازبال اللي كتدخل للمطرح يوميا كيجري مراقبه وزنها بغرض جمع بيانات حول كميات هاد النفايات اللي كتقدر ب 4000 طن في اليوم. هذا المطرح المراقب فهو تيحترم جميع المعايير البيئيه والقانونيه الجاريه به العمل. فهذا المطرح فهو كيستقبل ما يناهز 4000 طن يوميا من طرف يعني 10 جماعات على راسها جماعه الدار البيضاء. بالنسبه للمعدات والتجهيزات ديال هذا المطرح فهو تيحتوي على بالاساس على حوض لطمر النفايات مجهز بحاجز بلاستيكي وبقنوات لصرف العصاره كتبلغ المساحه ديالو 11 هكتار، وكذلك حوض لتجميع عصاره النفايات بسعه 38000 متر مكعب. مجموعه من المشاكل كتتعلق بالنفايات اللي متواجده بمطرح مديونه، اهمها المساحه ديال مكان التمر اللي كتبقى صغيره بالمقارنة مع كمية النفايات اللي كيستقبلها المطرح بشكل يومي. أول إكراه فهو الكمية ديال النفايات اللي كنستقبلوها يوميا، ف 4000 طن في اليوم فهي كمية لا يستهان بها، اللي خاصنا يوميا أننا نلقاو لها الحل ونطمروها يعني بشكل يعني مناسب دون آثار جانبية على البيئة. كيفما سمعنا فالمساحة كتشكل رهان كبير للمطرح الجديد، فشنو هي باقي الإكراهات اللي كتواجه المطرح؟ الإكراه الثاني فهو كنظن أنه هو الوقت، لأن دابا كما شرط لكم قبيلة فهذا المطرح مراقب، فهو يعني لا دوري دو في ديالو فهي يعني لا تفوق يعني 3 سنوات، فحنا في هذه المدة خاصنا نجزو يعني المركز الجديد ديال التثمين ومعالجة النفايات، يعني خاصنا نجو في ظرف وجيز. فعندنا كذلك إكراه ديال التمويل، لأن كما كتعرفوا في هذه المشاريع الكبرى فهي مشاريع مكلفة. كيف ما سمعنا التمويل كيبقى مدخل أساسي لنجاح أي تجربة من هذا النوع، خاصة وأنه هذا المطرح يستقبل كمية كبيرة من النفايات كتقدر ب 4000 طن في اليوم، وهي الكمية اللي لازمها تدبير واستثمار مهم بغرض الاستفادة من هاد النفايات بعد ما كيجري التمر ديالها. فكيفاش كتجري عملية تمر النفايات في الوقت اللي كمية النفايات كبيرة بالمقارنة مع المساحة ديال أراضي التمر؟ فكيف ما كتشوفوا معايا هنا، فاحنا كنتواجدوا في الحوض ديال تمر النفايات الأول اللي كتبلغ المساحة ديالو 11 هكتار. فاحنا كنتواجدوا دابا فوق النفايات تقريبا ما يناهز دابا 1.5 مليون طن اللي استقبلناه في ظرف سنه وشهرين. فكما كتعرفوا هذا الحوض دابا الاول فوصل الطاقه الاستيعابيه ديالو القصوى، فلذلك فاحنا كيف ما كتشوفوا معايا هنا كنجهزوا يعني كنقوموا بتجهيز الحوض لتهيئه الحوض التمر الثاني، لأننا خاصنا نوجدوه بطريقة استباقية لأن عندنا واحد الضغط كبير ديال النفايات. النفايات أصبحت فرصة لعدد من الأشخاص لتحقيق الأرباح، بل وهي فرصة للاستثمار للمدن، وتصبح مورد مالي جديد للجماعات الترابية. فإذا كان كل من الأشخاص اللي كيقوموا بجمع النفايات واللي كيشتغلوا كوسطاء كيقدروا يحققوا أرباح يومية، فالسؤال المحوري ديال هذا الجزء كيفاش نقدروا نستافدوا من هذه النفايات بشكل اكبر من المتعارف عليه وتصبح مصدر لانتاج الطاقه الكهربائيه.
الجواب على هذا السؤال غادي يكون من خلال هذا الجزء اللي نتابع. تتمين النفايات وإعادة تدويرها هو مجال واسع وكيجي في إطار مشروع وضعته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة واللي هو البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، بحيث كيهدف البرنامج لتمكين 350 مدينة ومركز حضاري من مراكز لطمر وتتمين النفايات وإغلاق وتأهيل أكثر من 220 مطرح غير مراقب. باش نعرفوا أكثر، الوجهة كانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وداخل مقر الوزارة وجود نصاب في هذا الاجتماع. أجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتقليص وتسمين النفايات، وكذلك وضع نظام للجمع الانتقائي النفايات، يعني الفرز للنفايات في المصدر، وتطوير تقنيات تسمين النفايات، وكذلك إدراج مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين، وكذلك تدبير الإيكولوجي النفايات الخطيرة. انتظرنا نهاية الاجتماع وسولنا رئيسة مصلحة تتمين النفايات غير الخطيرة بالوزارة على شنو هو تصور الوزارة في عملية تقليص وتتمين قطاع النفايات. الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتتمين النفايات هي عطتنا واحد نظرة على كمية النفايات المنتجة ونوعية النفايات المنتجة على صعيد كل جهة. هاد النفايات عطانا هاد الدراسة هادي عطاتنا حتى بالنسبة لكل نوع من النفايات الكمية ديالو، بالنسبة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، من معادن، من زجاج، من ورق، وعطاتنا الكميات اللي منتجة على الصعيد المنزلي النفايات المنزلية وعلى الصعيد الصناعي. حتى المستثمرين اللي بغى يستثمر في ميدان تسمين النفايات يعرف كل نوع من النفايات فين متواجد، في أين جهة، وبإيدا كمية. إذن الوزارة قامت بإجراء دراسة لقطاع النفايات من أجل تسهيل الأرضية للمستثمرين في هذا المجال ديال النفايات. فكيفاش ممكن نستفدو من هذه النفايات وكيفاش نقدروا نحولوها لثروة حقيقية في المغرب؟ المبدأ الأساسي ديال الاقتصاد الدائري والسياسة الجديدة لتتمين النفايات هو أنه تحويل النفايات من مشكل إلى قيمة مضافة، لأن النفايات هي مورد. مثلا عندما تقوم بإعادة تتمين نفايات معدنية فإننا نقتصد واحد الكلفة من ناحية ديال الطاقة يتقدر توصل حتى 70% من كلفة إنتاج اعتمادا على المواد الأولية. أيضا النفايات ممكن نتجم منها طاقة، مثلا سواء عن طريق الحرق ديالها في وحدات خاصة لإنتاج طاقة كهربائية يتم إعادة استعمالها في الوحدات الصناعية. وفي المغرب كاين بعض التجارب خاصة في مدينتي فاس ووجدة، بحيث أن من خلال النفايات ومعالجتها يتم استخراج الطاقة الكهربائية. إذن كيف ما جاء للسان رئيس مصلحة تتمين النفايات الخطيرة أن هذه النفايات نقدروا نستفدوا منها بشكل كبير ونحولوها لمصدر طاقة. بعد هذا الوجهة كانت مدينة فاس، وبالضبط مطرح النفايات ديال المدينة، واللي كيتعتبر واحد من النماذج في مجال تتمين النفايات وجعلها مصدر طاقة. وهنا تلقينا رئيس مجلس جماعة فاس مع أعضاء الشركات المدبرة. دونك انا مزيان باش نعاود نجدوا اللقاء مؤخرا، زعما انا دائما حدا باش نتبعوا هذا الشيء هذا من بعد داك العرض اللي كنتي درتي لنا شحال هذه على هذا الشيء ديال يعني كيفاش ماشيه الامور، وشحال ديال الدوناج، واش داك الالات اللي كاينه واش مازال يعني في الجوده ديالها. لي جينيراتور ديجا دابا سي ريطار. انا مالوغوزمون كان واقف هذه مده 7 سنين، مالوغوزمون كان واقف واحد الوقت دابا تصلح. دونك لا برودكسيون ديال الضو بغينا الضو يخرج لنا من النفايات، هاد النفايات هادي خص يخرج منها ياك. هذا هو الوضع. هنا سولنا رئيس مجلس جماعة فاس على كيفاش كيقوموا بتدبير هذا المطرح وكيفاش استطاعوا يحولوه لمصدر انتاج طاقة، وشنو هو حجم الاستثمار في هذا الورش. هذا في الوقت اللي مطرح فاس للنفايات يستقبل يوميا حوالي 1000 طن من النفايات. عندما تكون عندنا 1000 طن تقريبا ديال النفايات ديال فاس وديال الجماعات المجاورة، فما يمكنش هادشي يضيع.
حنا هاد التثمين ديال هاد النفايات حقيقه عندنا حنا لا ميثود ديال لونفيسمون هي اللي عندنا ديال ضمغ النفايات. من طبيعه الحال كاين واحد البنيه تحتيه مهمه اللي تتقوم بها يعني الشركه المفوض لها التدبير ديال هاد النطح. عندنا شركه واحده اخرى هي اللي مكلفه بجمع النفايات، ولكن الجمعيه اولا الشركه اللي مكلفه بتدبير النفايات المطح خاصه. هاد الانتاج الكهربائي خصو مسائل تقنيه، هاد المسائل التقنيه هو المعدات. تلقاو جينيراتور غتدي 25 مليون ديال الدرهم، يعني هذا استثمار، وحنا خصنا خمسة ديال المعد ديال لي جينيراتور. عندنا واحد دابا هو تصلح، هو اللي بدا يخدم، واحد حنا غنجيبوه عاوتاني في هذه السنه ان شاء الله، ومازالنا ثلاثه اخرين ونوصلوا للهدف ديالنا اللي هو ان هاد النفايات ما تضيعش، هاد النفايات نستغلوها لانها كنز. اذا كيف ما سمعنا فمطرح مدينه فاس تدبيره كتشرف عليه جوج ديال الشركات الخاصه اللي كتقوم بعمليات التمر والفرز وانتاج الطاقه الكهربائيه، لان هاد النفايات يجري منها استخراج الغاز وتحويلها الكهرباء. فشنو كتستافد مدينه فاس من هاد العمليه؟ يعني فاس كانت انا في الجامعه تنخلص ما بين 5 المليار حتى 6 المليار سنويا للوكاله الحضريه ديال الماء والصالح الكهرباء، تنخلصوا باش نضويو مدينه فاس. حنا بدات واحد التجربه هذه واحد 4 سنين، انه حقيقه نقصنا واحد 25% من الاستهلاك. توقفت العمليه، كانت تعطل تقني وكذا وكذا، ولكن حنا هذا العام صافي استأنفنا، وهذه غادي توظف حوايج اخرين، نديروا بها المساحات الخضراء، نديروا بها يعني ما يفيد البيئه والتجهيزات. اذا النفايات اللي كيجري انتاجها في مدينه فاس صبحات مصدر للطاقه، وكتوفر نسبه 25% من انتاج الطاقه الكهربائيه، واقتصاد ما بين 5 حتى 6 المليار سنتيم سنويا من مصاريف الكهرباء اللي كتدفعها جماعه فاس كفاتوره للكهرباء. كاين شي حالات يخافوا بها القوانين؟ لا. فوا كيجي كل شاحنه بالحموله ديالها من الشاحنات المختصه بجمع النفايات في مدينه فاس او للجماعات القرويه المجاوره لها، كيدوز بمرحله المراقبه من عند الناس المختصين اللي في الباب الامامي ولا الاساسي، من بعد كيدوز فوق الميزان اللي الحموله ديالو كتجاوز 60 طن قبل ما يروح للمطرح المختص ليه للتفضيل. بعد ما كتجري عمليه مراقبه النفايات كتمشي لمركز الفرز. احنا الان في مركز فرز وتثمين النفايات اللي جا في اطار عقد التدبير المفوض بين شركه خاصه وجماعه فاس، واللي كيتواجد فيه حوالي 43 عامل وعامله يقوموا بعمليه الفرز ديال النفايات. هذا المركز كيهدف بالاساس انه يدير فرز النفايات المنزليه والمشابهه لها بواحد القدره بواحد لاكاباسيتي دو تريتمون ديال 300 طن في اليوم. حاليا تنوصلوا 330 340 طن في اليوم تريتمون ديال الداشي جورنالي اللي كيجيونا من مدينه فاس. كنقدروا نفرزوا فيه النفايات المنزليه خاصه 4 اصناف ديال المخلفات ديال النفايات، فيها الكرتون، البلاستيك بالانواع ديالو النوعين ديالو البي او تي والبي او اتش دي، واضافه الى الالومنيوم. حال ملي كتم الفرز ديال النفايات كيتم كنسترجعوا النفايات اللي ممكن تعاود تعطاها عمر جديد للريسيكلاج، وكيبقاو لنا النفايات العضويه والنفايات عضويه اللي كيمشيو للمطرح العمومي من اجل الدفن ديالهم. اذا في هذا المركز كيجري فرز ما بين 330 حتى 340 طن في اليوم. فبعد ما كيجري فرز هذه النفايات، البعض منها كتجري عمليه اعاده تدويرها، والبعض الاخر كتشملوا عمليه التثمين والتمر. ديال الضرر ما تنقصش على الشعب، ما تنساش الا كانت شي حموله ما كتخسرش المعايير، سولنا مدير استغلال هذا المطرح المراقب على كيفيه طمر هذه النفايات تحت الارض. كما كتعرفوا هذا المطرح هو مراقب يعني مخصص للمعالجات وطمر غير النفايات المنزليه او المشابهه لها. دونك دايرين واحد السيستيم ديال الكونترول وديال المراقبه دي زاجون مخصصين لهذا الغرض. دونك غير على سبيل الاشاره هذه المنطقه المخصصه للتمر كتحتوي فوق 4 مليون طن. دونك كما قلت بان اول حموله استقبلناها في افريل 2004، دونك حنا كنتواجدوا على واحد الكميه مهمه كتجلد 4 مليون طن اللي كتعاود لواحد المعدل سنوي ما بين 350 حتى 370 الف طن سنويا. من بعد مرحله التمر كتجي مرحله توليد الطاقه الكهربائيه، وهنا رافقنا مدير المطرح لنقطه توليد الطاقه
باش يشرح لنا هذه العملية. سعدي بخير مقانية أمرك كده؟ الحمد لله كل شيء مزيان، خدمة وعدك وبيغاسيون خدمة وكونتيني سون بروبليم، كل شيء نورمال. لا تمبيراتور دو كومبيسيون هي هذيك، لو دي بي لي بيان، الكاليتي ديال الغاز مزيانه، كل شيء امبيكابل مزيان. مرحلة تمر النفايات كتجري فيها عملية التخمير، وهنا كيجري فرز غازات كتسمى بغاز الميطان، واللي بدوره كيتحول لمصدر طاقة من بعد. كما كتعرفوا النفايات المنزلية بعد المرحلة ديال الطفرة كيوقع واحد مرحلة التمر استسمح، كتوقع واحد مجموعة من التفاعلات الكيميائية اللي كتجعل لها واحد الغاز، مجموعة من الغازات من ضمنها الغاز الميطان. دونك هذا غاز الميطان هو واحد العدو كبير للبيئة، وهو تقريبا 20 مرة أكثر يعني ضرورة وضرر وخطر على البيئة من ثاني أكسيد الكربون. دونك هذه الانستالاسيون إن شاء الله اللي الأخ محمد التقني المسؤول على هذه الانستالاسيون غيوريها لكم في التفاصيل، كت مسؤولة على الجمع ديال هذا الغاز من 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 النفايات اللي قلنا بان عندنا فوق 4 مليون طن. كيف ما سمعنا هذا المولد اللي الحجم ديال الاستثمار ديالو 25 مليون درهم يقوم بعمليه تحويل غاز النفايات الى طاقه، وهنا المهندس التقني غيقربنا اكثر من هذه العمليه الاخيره اللي كتكون في المطرح. دونك هنا عندنا جوج ديال المراحل الاساسيين. المرحله الاولى هي الحفاظ على البيئه، دونك كما قلت لكم قبيله لاكتيفيتي برينسيبال ديالنا هي التمر ديال النفايات. هذيك التمر ديال النفايات كينتج لينا واحد الغازات، هذوك الغازات عندنا واحد المضخه هنايا هانتوما كتشوفوها، هذه المضخه متصله بواحد الشبكه ديال القنوات اللي كاينه وسط هذوك النفايات، اللي كشنو كدير لينا، كدير لينا الجمع ديال هذوك الغازات اللي كينتجوا عن طريق تفاعلات كيميائيه اللي كيوقعوا طبيعيا تما. المرحلة الثانية اللي عندنا هي توليد الطاقة الكهربائية عن طريق هاد الغازات. دونك عندنا هنايا محرك، هاد المحرك كيخدم فقط على الغازات الناتجة عن النفايات. هاد المحرك هذا الطاقة ديالو هي أميغا، دونك غير باش نحطكم في الصورة، تقريبا هاد المحرك هذا كيمكن ليه يولد طاقة كافية اللي كتكفي 25% من الطاقة الكهربائية ديال مدينة فاس. إذن الطاقة اللي كيستطاع هذا المولد توليدها كتساوي 25% من نسبة الإضاءة لسكان مدينة فاس. فإلى جرى استعمال ثلاثة المولدات أخرى غتستطاع مدينة فاس توفير الإضاءة لجميع السكان بنسبة 100%، وهذا غادي يجعل مدينة فاس كتنتج حاجياتها من الكهرباء بالمجان فقط باستثمار وتثمين النفايات اللي كيجري إنتاجها بشكل يومي في المدينة. كيف ما شاهدنا فاس قدرت كمدينة تحقق نسبة مهمة من إضاءة مرافق المدينة بفضل النفايات بعد ما كيجري استخراج نوع من الغاز من هاد النفايات. في هاد الجزء غادي نقربوكم من نوع جديد من النفايات اللي صبحت كتير جدل ماشي في المغرب فقط وإنما في العالم، والأمر كيتعلق بالنفايات الإلكترونية اللي كينتج منها المغرب حوالي 100 كيلو طن سنوياً. فكيفاش كتجري الاستفادة من هذه النفايات واستثمارها؟ هذا السؤال غادي يكون محور هذا الجزء، دينو تابع. النفايات ما كتكونش فقط غير من النفايات المنزلية أو العضوية، بل كنلقاو نفايات أخرى اللي كتعتبر خطيرة والتعامل معها خاصو يكون بحذر، واللي هي النفايات الإلكترونية، بحيث كيجري إنتاج حوالي 3.7 كيلوغرام من النفايات الإلكترونية لكل فرد في السنة، أي بمعدل 100 كيلو طن كل عام. السؤال المطروح، فين كيجري التخلص من هذا النوع من النفايات الإلكترونية اللي كتعتبر من أخطر النفايات على صحة الإنسان وحتى على الموارد الطبيعية بحال التربة والمياه؟ في هذا الجزء حاولنا نقربوكم من واقع هذا المجال اللي كيشتغلوا فيه أشخاص قدروا يخلقوا لنفسهم فرص شغل وشركات خاصة بحال هذا الشخص وهذا الشخص أيضا. هادو ثلاثة ديال الأشخاص استطاعوا يستثمروا ويأسسوا شركات ناشئة في مجال النفايات الإلكترونية واللي ولات عندها أرباح. البداية كانت مع أحمد اللي عنده ورشة متخصصة في مجال النفايات الإلكترونية. دكتور أشبي؟
طافين أنا نشوف حتى خي على حساب أحمد غي قربنا أكثر من مجال اشتغاله واعتماده على النفايات الإلكترونية كاستثمار مهم. هادو دابا ولاو ملي كيوليو اور سيرفيس كيوليو تحسبوا نفايات إلكترونية اللي كيتكلاسو عندنا في المغرب سون دي ديشي دونجور. دونك بالنسبة لنا حنا لو سيرفيس ديالنا يعني الخدمة اللي تنديروا حنايا هو أننا تنتريتيوهم بواحد الشكل يعني بروفيسيونيل. يعني كنحاولوا أننا أول حاجة أننا يعني نغيباريوهم أننا نعاودوا نستعملوهم إذا كان ممكن على حسب الطلب ديال الكليون واش هو باغي يريباريهم ولا باغي غير يتخلص منهم بطريقة بروفيسيونيل اللي كتكون يعني اون باراليل يعني فافورابل مع لا لوا. إذن هاد النفايات الإلكترونية كيجري التعامل معها في هاد الورشة بشكل تقني بحيث كيجري إما إعادة صيانتها وتشغيلها أو كيجري التفكيك ديالها. وهنا زدنا سولنا صاحب هاد الورشة على منين كيحصل على مثل هاد النفايات. لي ديشي الكترونيك هي اما من لي زونتربريز دونك غالب فغالب احيانا من لي زونتربريز دونك لي زونتربريز كيف كتعرفوا عندهم واحد كاين واحد لي لوا اللي كينظموا هاد المسائل ديال لي ديشي انهم خصهم شي يترماو او لا خصهم يمشيو في واحد لافوا لي ديفافورابل بالنسبه للانفيرونمون. دونك كتكون ان لونتربريز عندها اكزيجونس او لا واحد الضروره انها تقلب على دي بريستاتير اللي تيديروا هاد يعني هاد لو سيرفيس. حنا parmi les prestataires جزئيا تنخدموا مع دي بارتنير اللي هما عندهم يعني عندهم هاد يعني الاكتيفيتي ديالهم هي انهم تيديروا لا جيستيون دي ديشي دونجور. اذا من بعد ما كيجري الحصول على النفايات الالكترونيه كتبدا عمليه تفكيكها بهذا الشكل وايضا كيجري الفحص ديالها باش تتم معرفه واش كاينه امكانيه صيانتها او صبحات غير صالحه للاستعمال. صافي هذه يعني فيها ان بروبليم يعني غراف ديال الكارطون مير اللي ما غاتسميش دابا ملي ما كتكونش لي باريطو الفروس صافي كتكون الا كانت كارت مير كتكون صافي جو طاب صافي تلاح يعني خاص التريتا يعني الخاتمو دو ريسيكلاج يعني العادي اللي غادي تمشي بوغ باش حيدنا هذه تحيد هذه هي هنا فيها هذا الشيء حنا تنحاولوا نتريتيو يعني كل حاجه بوحدها بحال هذا الالومنيوم بوحدو لو فار بوحدو هاد لي ميتولو كنتريتيوهم كل واحد بوحدو. صاحب هذه الورشه ما كيقومش فقط بصيانة الحواسيب أو الآلات اللي كانت غتولي مجرد نفايات إلكترونية وكيقوم بتفكيك تلك النفايات بل كيقوم أيضا بابتكار آلات من النفايات الإلكترونية. نقدر نقول لك هذا يقدر يعني تأخذه جديد بحد شكل معين ولكن كيوصل تقريبا حتى 15,000 درهم مثلا هذا غيتقام عليك واحد 3,000-3,500 درهم أو ماكس يعني فيه كاع يعني كاع الحاجيات اللي كاينه في هذاك المنتوج الجديد وبالتالي الا جينا نجمعوا غنلقاو فيه يعني واحد 4 أو 5 ديال الاجهزه اللي كانوا غيترماو ويكونوا يعني غيكونوا نفايات بحال هكا. حنا استطعنا اننا نوظفوهم ونعطيوهم حياه جديده وبالتالي هذا يقدر يخدم من بعد كان نفايات يخدم واحد 10 سنين اخرى ماشي بوحده. هاد الشخص اللي استطاع يبني مقاولة ديالو بفضل النفايات الإلكترونية بل حتى هاد الشخص أيضا اللي عنده دراسة وخبرة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Aujourd'hui, on n'a pas trop de choses, donc bon, c'est pas grave. Un peu réduit par rapport à notre collègue. Moi et moi, le process ben d'acquis de star, mais non tout. Donc la collecte on fait le premier. Très bien. فهاد المكان اللي كيحتوي على مجموعة من الشركات اللي بدورها كتنتج نفايات إلكترونية بين الحين والآخر
قاموا بإجراء شراكة مع هذه المقاولة المتخصصة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، خاصة آلات الطباعة، والاستفادة اللي كاينة عند الطرفين أن طرف كيستطيع يتخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة قانونية وربحية أيضا، والطرف الثاني كيستفد من النفايات الإلكترونية اللي كتعتبر المادة الأولية اللي كيعتمد عليها في المقاولة ديالو. لدى شيء اللي كاينين كاين لدى شيء اللي كنخدموا بهم حنا ولا اللي كنتعاملوا معهم حنا مع تيكنوباك، هو لدى شيء ديال الطونير ديال الطباعة. كنا مع واحد لا كونفونسيون، نحن كناخذوا من عندهم هاد الشيء، كنعاودوا لهم التدوير ديالهم، وكنخرجوا واحد المنتوج اللي هو نقدر نقول هو مغربي 100%. علاش؟ لانهم مخدوم بايدي مغربيه وفي المغرب، ومن بعد كنعاودوا نخرجوه للمارشي للسوق باش كنعاودوا اننا نعاودوا نخدموا به. كنقدروا نعاودوه مره جوج ثلاثه على حسب داك لا ريزيستانس داك البرودوي اون سوا. داكور، وهكا كنكملوا بهذه الطريقه، كنحاولوا اننا نسدوا لو سيركوي ديال هاد الديشي هذا باش ما انه ما يخرجش للطبيعه ويؤدي الناس ويؤدي الانفيرونمون. هذا المجمع اللي كيضم مجموعه من الشركات كيقوم بهذه المبادره اللي كتمثل في عقد شراكات للتخلص من النفايات الالكترونيه نظرا للخطوره ديالها. وهذه الشراكه يقوم بها المجمع مع وحده من الشركات، وهذا نموذج فقط ديال مجموعه من الشركات في المغرب اللي كتعامل مع زبناء او مقاولين اللي كيهتموا باعاده تدوير النفايات الالكترونيه واصلاحها، خاصة أن القانون 2800 اللي كيتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كيعاقب بغرامة من 10,000 لمليون درهم، أو بالحبس من شهر حتى لسنة، أو بوحدة من هذه العقوبات في حق كل من قام بتسليم نفايات خطيرة لشخص أو منشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تتمينها أو إحراقها أو تخزينها أو للتخلص منها. Donc l'initiative d'INAF 2016, tous les déchets avant que les déchets qui termaux, ça n'a pas le masser d'avant. Mais quand on dit de la collaboration, du coup les déchets maintenant qui termaux à travers une collecte. Une collecte, nous on à Carteco, on a mis en place des bacs les qui nous sont à les ديال صحاب qui يتمو لنا دافا في تكنوباك. وكيتترموا في هذوك لي باك، ملي كيكون المخزون مهم كنتصلوا بلو بارتنير ديالنا تنقولوا راه كاين مخزون باش يجي يدير لا كوليكت، ساشون كو راه عندنا هاد لي باك سون انستالي في 3 سيت طنجة، الرباط، الدار البيضاء. فإذا كانت هذه هي الأهداف من وراء هذا المشروع، فواش عنده أيضا أهداف مادية؟ اللي كياخد داك البرودوي كيستافد تقريبا، حيتاش ما كيبقاش، حيتاش حنا شنو كناخدو؟ كناخدو واحد لو برودوي اللي كان اصلي في الاول، ولكن من بعد اللي تعاود تخدم من جديد، فتقريبا كينقصوا يعني اللي كيستافد في الاخر كينقص تقريبا 50% من البيدجي ديال لي زاشا ديالو. يعني إذا كان كيشريه بألف درهم نورمال، من بعد غادي يتقام عليها بخمسمائة درهم بنفس المميزات. إذن كيف ما جاء على لسان مخاطبنا، فمثل هذه الشركات كتساهم في اقتصاد نسبة 50% من مشترياتها، لأنها كتقوم بإعادة ترميمها وكتأدي على النفايات اللي ما غيجريش إصلاحها. يعني في الأخر كل شيء كيكون غانيون في المسألة هذه، كل شيء كيكون رابح. طبيعة طبعا رابحة، لأن واحد لو برودوي من هادو الى تلاح في الطبيعه نورمالمون كيبقى حتى 1000 عام باش يتحلل. حنا رابحين لان السوسيتي لان خدامه كتخدم ناس وكتساهم في الاقتصاد وتوسا وداكشي، وكتخلص الضرائب ديالها وكتخلص المسائل ديالها كامله. وفي نفس الوقت داير الزبون اللي هو كيكون او ميم طون هو لو جينيراتور دي ديشي، او ميم طون كيكون هو الزبون كيستافد، كينقص عليه تقريبا في المصاريف ديالو واحد 50% في هاد النوع ديال 50% حتى 60%. بالاضافه لهذا النوع من الشراكات كاين مقاولات اخرى كتعتمد على الانترنت الى جانب اعتمادها على مثل هاد العمليات الكلاسيكيه، وقامت بابتكار منصه كتساعد الناس العاديين على وضع نفاياتهم الالكترونيه في هذا التطبيق بمقابل مادي وبثمن رمزي. إذا بغى الكليو حتى نمشيو عندو حتى للدار ريكوبيرو الماتريال، إلا غير كاشوازيغ لو مود شي موا
ويخلينا لنا لي كونتاكت ديالو بليس لادريس ونقدروا نمشيو حتى لعندو باش ريكوبيريو الماتيريال. اي عندنا واحد الكليون عند الباح لي دار اون دوموند ديالو فوالا عنده دو بي سي لا شوازي لو مود باش اننا نمشيو لعندو نديرو ريكوبيراسيون من الدار. سولنا مدير هذه الشركه على مجال اشتغالهم بالضبط في النفايات الالكترونيه باسكو تو سكي انفورماتيك تيليكومونيكاسيون دونك لي بي سي بورتابل لي بي سي لي زورديناتور لي امبريمونت لي روتور لي التلفازات لي ريفريجيراتور كلهم هادو سون دي ديشي الكتريك الكترونيك دونك هاد لي ديشي كيجيو عندنا حنا هنا كنخدمو مع الشركات مين كيكون عندهم دي ديشي دونجورو كناخدهم من عندهم كنا عندنا اون بلاتفورم دونك فهاديك لا بلاتفورم كنديرو ريسيكلاج ديال هاد لي ديشي. اذا كيف ما سمعنا فهاد الشركه ايضا كتقوم بالاشتغال مع الشركات وكتقوم ايضا باخذ النفايات الالكترونيه من عند الناس العاديين. هنا حاولنا نعرفوا كيفاش كيجري التعامل بمثل هذا التطبيق ورافقنا واحد من المهندسين التقنيين بهاد الشركه من اجل اخذ نفايات الكترونيه من عند واحد من مستعملي هذا التطبيق. بالنسبه لي دوني ديال كيف ما شفنا بهذه الطريقه كتجري عمليه تسليم النفايات الالكترونيه من قبل الناس العاديه. وهنا سولنا مستعمل هذا التطبيق على كيفاش احتاجته فكره استعمال هذه الخدمه علما انها غير مشهوره وقليل التعامل بها في المغرب. انا كان عندي هذا الدار وبغيت نلحوم ولكن باش ما نلحوش في مكان حيت كما كنعرفوا هذه النفايات الالكترونيه خطيره على البيئه. داكشي علاش قلبت في الانترنت قيس هاد لابليكاسيون هادي كونتاكتيتهم وهما جاو عندي وهما غادي يريسيكليوها وما عندهم لا تكنولوجي باش يتكلفوا بهادشي. انتقلنا للورشه اللي كتشتغل فيها هاد الشركه وفي هاد المكان كيجري فحص هاد النفايات الالكترونيه الا كانت صالحه للاستعمال قبل ما يجري تفكيكها. عفاك الايمان هادو يدخلوا في السيستم ديال لافونتيغ يدار لهم لي طاق ديالهم و ديك الساعه باش ان شاء الله نبداو لو بروسيسيون ديال ريكونديسيونمون كما كتشوفوا. الوغ اول حاجه الا كان ليكيبمون خدام كان كيدوز ان افاسمون ديال لي دوني يعني بواحد لو لوجيسيال اللي هو سيرتيفيي باش نمحيو كاع لي دوني اللي كاينين. ديك الساعه كنشوفوا واحد لو تيست يعني لي كومبوزون ديال هاد ليكيبمون سواء البروسيسور لا كارت مير انسي دو سويت. ديك الساعه الا كان خدام 100% كيدوز ديك الساعه لا بارتي ديال النيتواياج يعني كيتنقى باش يكون عنده واحد لا فيزيبيليتي يعني تاع ريكونديسيوني يعني بحال جديد. وديك الساعه كيتستوك هنا دونك باش ان شاء الله نوجدوا السلعه لو برودوي فيني ديك الساعه كيخرج كيتستوك عندنا باش يخرج من بعد. اذا خطوه فحص المنتوج هي ضروريه عند كل شركه متخصصه في هذا الشان باش تاكد من انتهاء صلاحيته. بعد هذه العمليه يقوم هذا الشخص بتفكيك المنتوج يدويا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. صافي باش يسالي ولادك ما باش يحطوا كاع المسالي كلها. صاحب هذه الشركة كيسعى للتقدم في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بحيث كيخطط للاستثمار في بعض الآلات اللي غتمكنوا من إعادة تدوير بعض النفايات الإلكترونية اللي كيقوموا بتصديرها للخارج نظرا لعدم توفر المغرب على هذه التجهيزات. واحد 30 مليون ديال الدرهم في الاستثمار في الاول ومن بعد واحد العامين ولا ثلاث سنين غادي تكون حتى هي استثمار اخر باش نوصلوا تقريبا واحد 60 مليون ديال الدرهم ديال الاستثمار. وبهاد استثمرنا في هاد المساله ديال ليكستراكسيون ديال ميتو بريسيو نقدروا المغرب يقدر يربح واحد تقريبا واحد المليار ونص حتى جوج المليار ديال الدرهم في العام ديال لي ميتو بريسيو اللي ما غاديش يشريهم برا غادي يبقاو في المغرب. هذا نفع للمغرب باش ما يخرجش العمله الصعبه نقدروا نوصلوا حتى ل 200 منصب شغل اللي غادي نخلقوه هذا ديريكت والانديريكت تقريبا واحد 250 300
فرص الشغل انديريكتومون اللي غادي تخلق. الى جانب الشركات الناشئه والرائده في هذا المجال، كاينين اشخاص عاديين كيمتهنوا هذا العمل ديال الاستفاده من النفايات الالكترونيه اللي كيبيعوها لهم البعاره اللي كيقوموا بجمع هذا النوع من النفايات، وهما بدورهم كياخذوا هذه النفايات وكيقوموا بتفكيكها باش يحصلوا على قطع كتستعمل لصيانه الالات الالكترونيه او الهواتف وغيرها من المنتجات الالكترونيه. السلام عليكم. السلام. كيف هذا الامور غادي مزيان؟ تما ترى تبيتو هذوك مزيان تما ترى ها ترى اللي كارت ما غزيتهم اللي رام وداك الشيء حاولنا نسولو هاد الشخص على شنو هو مجال اشتغاله بالضبط. العمل ديالنا هو الفرز ديال النفايات الإلكترونية وكذلك المتلاشيات المنزلية، وداكشي كنعاودو اللي غادا تعاود تريسيكلا كتريسيكلا، اللي كتمشي للمتلاشيات كتمشي للتسمين كتمشي للتسمين. بالنسبة لهذا الشيء اللي كومبوزون إلكترونيك كنحاولوا كناخذوهم من عند دوك اللي كيدوروا اللي كيجمعوا المتلاشيات مالي الكرارز كيجيبوهم لينا، كنحاولوا حنا باش ما هو كنتعاملوا معاهم بواحد المعاملة ماشي بحال الناس الآخرين. إذن كيف ما سمعنا أن هذا الشخص بدوره كيستافد من النفايات الإلكترونية وكيحاول يفكك هذا النوع من النفايات باش يحصل على هذا القطع اللي كيقوم باستخدامها لتصليح قطع الزبناء ديالو، وأحيانا كيلجؤوا ليه ناس كيشتغلوا في نفس المجال للبحث عن القطع القليلة في السوق كيفما هو الحال. وهذا المتصل اللي كيشتغل في مجال صيانة الهواتف والحواسيب والشاشات التلفزية. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اه سي عبد الهادي كي داير؟ بخير بس عليك. الله يحفظك لاله يخطيك الله يحفظك. كي داير امور شي مزيان؟ الله يبارك فيك بارك الله فيك. مرحبا سيدي، شحال بخاطر؟ الله يجازيك بخير. حاول اخويا قلبي اخويا على شي اربعه ديال لي بروسيسور ديال الاي 3. ايه مرحبا. وشي اربعه ديال لي رام دي دي اي 3 ودي دي اي 4. واخا مرحبا. ما لقيتوش اخويا في السوق. الله يجازيك بخير. واخا واخا مرحبا سيدي. مرحبا. انا غادي نشوف لك دابا نشوف لي بروس غنقلب لك على لي رام تيستيم لك الا اللي خدامين. ما تقطعش معايا، انا غادي نشوف هالمجرح دايا. هاد النفايات الالكترونيه كيستافدوا منها هاد الاشخاص ماديا بشكل كبير، وهنا سولنا مخاطبنا على شنو كيحصلوا عليه من هاد العالم. ويقدر يجيبها لك يقول لك انا باغي فيها 100 درهم ولا 120 درهم، كتقدر تعطيه هذيك ال 190 درهم كتاخذها من عنده وانت كتفصلها. مثلا السي فيكس هذه تقدر تبيعها ب 50 درهم 60 درهم 70 درهم، والشيء الاخر يا اما كتعبروا لا فيراي، والا كان بياس باقي مثلا باقي غادي يخدم مثلا شي حريفي اخر كتقدر تبيعها ليه تبيعها ليه حتى هو كلها باش يلا تقدر انت كتخرج مع داك مع ديك البياسه يلا تقدر تخرج فيها انت انت كيت يلا تخرج الحد في القد. إذن كيف ما النفايات الإلكترونية كيف ما هو الحال وباقي النفايات يحققوا من خلالها الأشخاص اللي كيشتغلوا فيها عائدات مالية، سواء الأشخاص اللي كيقوموا بالجمع ديالها أو اللي كيشتغلوا في سلسلة التدوير وسوق النفايات الإلكترونية. يبقى مربح بالنسبة للأشخاص والشركات اللي فهمات هذا المجال وعرفات أن هذا النوع من النفايات خطير بالنسبة للبيئة إذا ما جراش التعامل معه بشكل سليم. عالم النفايات كيشتغلوا فيه أشخاص وشركات، واليوم صباح في المغرب مجال ربحي بامتياز بحيث كيستافدوا منه جميع الأطراف اللي كيدخلوا في سلسلة جمع وتدوير النفايات، الشيء اللي جعل من النفايات كنز للفئة من المجتمع. مشاهدينا شكرا على المتابعة، موعدنا يتجدد في نفس التوقيت وعلى نفس القناة.